انت ليه ما قلتليش ان خالد كان موجود في عيد الميلاد؟ للاحراج اللي على المسا ده بقى. انا مش بهزر على فكره. ولا انا بهزر، ما انت كنت متضايق يومها، انت كنت متضايق، انا جيت لقيتك متخانق مع ساره لو تفتكر، وبعدين بقى ما حبيتش ان انا ازود مضايقتك وازود جرعه النكد، عشان كده ما قلتلكش. انت شايف ان ده مبرر كافي انك تخبي عليا حاجه زي كده؟ ده مبرر كافي جدا على فكره، جدا، لان الموضوع اصلا تافه. يمكن بالنسبه لي انا مش تافه. يوسف يا حبيبي، للمره المليون انت الراجل الوحيد اللي انا حبيته في حياتي. انا مش طلبت منك تقطعي مع الواد ده للابد. ما هو ده اللي حصل فعلا، دي اول مره تحصل من ساعه ما اتجوزنا واخر مره. لا ما اضمنش يعني، افرض مثلا انا رحت ما افرضش. ده كان اتفاق وانت وعدتيني. يوسف، هو انت ليه بتتعامل معايا مثلا زي ما تكون كان في بيني وبين خالد قصه حب فظيعه وخلصت؟ خالد ده ابن خالتي، انا عمري ما بصيت له على فكره، عمره ما عجبني، مش ستايلي اساسا. بس انت عجبتيه. نفسي اعرف جبت المعلومه دي منين. المعلومه دي انا متاكد منها زي ما انا متاكد ان انت قاعده قدامي دلوقتي. معلومه هاتش وغلط، روح اسال ساره، ساره اختك دي انتمتي، عارفه عني كل حاجه. وبعدين بالعقل، خالد ده ابن خالتي، يعني سنين عمر عدت علينا واحنا متربيين مع بعض. معقولة عمري ما خدت بالي انه بيحبني؟ عمره ما جه قال لي؟ ما راحش طلبني من بابا؟ كل واحد عنده اسبابه بقى. يعني ايه؟ يعني كان لازم تقولي لي انه جه عيد الميلاد. ده جه قعد دقيقة واحدة. يعني هو اللي اتبرع وجه قال لك ان هو جه؟ ما قالكش ان هو جه ومشي على طول؟ امه هي اللي اتبرعت وقالت لي. عمرها ما دب منك للي مرفض. وقال لك ايه بقى بسلامته ومجافك بعد السنين دي كلها؟ قال لي؟ ويقول لي انا ليه بالذات؟ طبعا ما قاليش حاجه، هو قال لنا كلنا، البيت كان مليان ناس، ما قالش حاجه مهمه يعني. لا افتكرت هو قال ان هو بيحب مراته جدا وما يقدرش يعيش من غيرها وما يقدرش يستغنى عنها، وده سبب المشكله الاساسيه اللي بينه وبين امه. كويس. هو ايه ده اللي كويس؟ كلام، يا رب بس يكون حقيقي. يوسف على فكره انا مش عاجبني خالص طريقه كلامك دي، ومش مرتاحه لك، وبعدين انت كده بتخوفني منك. بخوفك عشان بحبك وعايز احافظ عليكي. هو في حد بيحب حد وعايز يحافظ عليه يتعامل معاه كده؟ يا يوسف انا مضغوطه خلقه. ايه اللي ضغطك؟ مضغوطه علشان بحبك، علشان بحبك وعشان عملت كل حاجه عشانك. يوسف انا سبت شغلي وسبت حياتي ومستقبلي علشان اعيش معاك في دنيتك انت، وبرده مش عاجبك. طب انا اعمل ايه تاني؟ عايزك تجاوبيني بصراحة. أنا عمري ما كنتش صريحة معاك؟ أنا عمري كدبت عليك؟ باباكي أو أخوكي أو أي حد في العيلة عندك يعرف السر اللي بيننا؟